بسم الله. بعد ما اخدنا الكلاسز الاوبجكتس ايه الكونستراكتور او النوع الاول من الكونستراكتور، هناخد المره دي حاجه اسمها الانيشاليزيشن. ساعات بيبقى الكونستراكتور بيبقى ليه اسماء معينه، والفاريبلز اللي انا عايز انيشاليزها اعملها انيشاليز، يعني اجهزها بقيم ممكن تكون ليها اسماء معينه، فبعايز اعمل عمليات معينه يعني، او اكتب كود او الى اخره بشكل مختلف. انا خدت كوبي من نفس المثال السابق، هغير فيه بعض التغيرات عشان نجرب فكره الايه، فكره الانيشاليزر بلوك. هغير مثلا خليه بدل الستودنت اخليه كلاس اسمه تيتشر، كلاس اللي اسمه تيتشر دوت النيم ماشي مفيش مشكله، بس تعال نحط الايدج بدل الايه السنه الدراسيه، شيل الكومنتس ديت. تعال بقى تعال نعمل حاجه اسمها نعرف فاريبلز، تشيل النيم واحد يشيل الايدج مختلفين. فعملت مثلا فاريبل سميته تي نيم، ودوت مثلا اخلي نوعه سترينج، اخلي نوعه ايه سترينج، ده كده فيلد جوه الايه جوه الكلاس. وعملت فاريبل تاني سميته مثلا اندرسكور ايج، سميته ايج، سيبك من اندرسكور خليه ايج بس ايج، وده هخلي نوعه انت ماشي كده. بقى عندي تو فيلدز غير الايه غير اللي موجودين جوه مين جوه الكونستراكتور بتوعي. حلو جدا. طبعا بيقول لي ما ينفعش تعرفهم من غير ما تعمل لهم انيشاليز. قلت له اصبر انا هعمل انيشاليزر بلوك. احنا كنا عارفين طبعا ما ينفعش، لازم نحط لهم قيم. في حاجه اسمها انيش او اي ان اي تي، وافتح القوس الكير بريسز واقفله ومديله بقى هنا قيم، بقى بعمل انيشاليزيشن. فاقول له التي نيم ياخد قيمته من النيم اللي انا كنت معرفه فوق، ياخد قيمته من النيم اللي انا كنت معرفه فوق. ممكن اقول دوت كابيتالايز دي عشان يعملها كايه يعملوا كابيتال يعني، ودي كابيتالايز عشان يعملوا مثلا سمول. وهقول له الايج بتساوي الايج، الايج بتساوي الايج. تلاحظوا ان في بقى هنا كونفليكت هيحصل، لان الايج في موجود عندي في الكونستراكتور فوق ايج، وفي فيلد عندي اسمه ايه اسمه ايج، فبيحصل ايه امبيجوتي يعني بيحصل لابس، فمش عارف مين ايج هتحطها في انه ايج. فعملت واحده تي ايج والثانيه ايه ايج، وهو ده الفكره الاساسيه. طبعا لا العكس، التي ايج هي اللي اتحط جواها قيمه الايج، فالتي ايج حط جواها قيمه الايه الايج. في كده انا استغلت الانيشاليز بلوك او الانيشاليزر بلوك ان هو هيقوم على طول اكنه بالظبط زي الكونستراكتور بالظبط، بيقوم بعد ما ابعت القيم على طول للكونستراكتور. فطبعا هبدا عشان اشتغل لازم اروح للاوبجكت بقى اعرف اوبجكت من التيتشر مش من الستودنت. فهغير طبعا ايه بغير اسيب الاسماء زي ما هي مش مشكله، وطبعا بدل الصاد زير مثلا اقول له الايدج كذا من غير طبعا هاش، يعني اقول الاسم التيتشر نيم والايدج بتاعته للاوبجكت الاول وللاوبجكت الثاني، وخلي السنين حاجه مع بدل الصاد زير طبعا شيلها خليها ايدج. طبعا student 1 طبعا ده اسم الاوبجكت، طبعا stud 1 و stud 2 طبعا مش معبرين عن التيتشر، المفروض يبقى تيتشر 1 تيتشر 2 بس عادي يعني، المسمى ده انت بتسميه بمزاجك خلاص. احنا بنسمي الاوبجكت زي ما انت عايز، لكن المهم عندي الكلاس، لان احنا طبعا ممكن نعمل الاوبجكت، طبعا غيرت قيمه الايدج، لكن ممكن الاوبجكت دوت انا ممكن اعمل كلاس وحد تاني في بروجكت تاني خلاص هو اللي يستخدمه خلاص، لكن مش مشكله. خلينا دلوقتي في stud 1 انادي على الايدج، تلاحظوا الايدج والتي ايدج ظهروا خلاص. المفترض انا عايز اظهر حاجه وحاجه ما تظهرش، هنشوف ازاي الكلام ده. لكن المهم اللي ستود 2 برضو هقول له هنادي على التي نيم، برضو عندي زي ما احنا شايفين النيم والتي نيم الاثنين ايه الاثنين ظاهرين. وده طبعا ممكن اقدر اجي قبل مثلا التي نيم واقول له ده حاجه اسمها برايفت. برايفت يعني اوبجكت ما تقدرش تاكسسه، اللي يقدر يتعامل معاه بس الكلاس، اللي يقدر يتعامل معاه بس الكلاس. طبعا في حاجه اسمها بابليك وانترنال وبروتكتد. الانترنال بروتكتد هشرحهم بس مش دلوقتي، هنخليهم قدام. خلينا دلوقتي عارفين ان برايفت وممكن تحط مكانها بابليك، بس هي من غير ما تكتب اصلا كل حاجه بابليك، يعني اي حاجه من الاوبجكت تقدر اكسسها الا لو انت مش عايزه يظهر له التي نيم. زي ما احنا عملنا نكتب قدامها كلمه برايفت، معناها حد يعني انا هستخدمه بس داخل الكلاس، لكن مش لازم الاوبجكت يقدر اكسسه، وبالتالي ما ظهرش زي ما احنا شايفين خلاص، ما ظهرش معانا. لما قلنا دوت ما كانش موجود، ما كانش ظاهر التي نيم، مع ان في الغالب احنا ما بنحبش كلمه تنيم وبتاعه غير الاسماء، دايما بيبقى منتشر حته الاندرسكور. اقول لما اجي اعرف يعني لما اجي اعرف فيلد دايما ببداه بالاندرسكور، والاسماء بتبقى عاديه اللي هو البرايفت دايما بنعمله بالاندرسكور خلاص. طيب فانا بدات يعني اندرسكور نيم واندرسكور ايج واظبطهم طبعا في الانيشاليزر برضو. طبعا بيقول لازم يحصل لهم انيشاليزيشن، فقلت له طبعا مظبوط، هعمل اندرسكور نيم والاندرسكور ايج. فدايما معروف اللي هو الحاجه المخفيه بتبقى دايما بالاندرسكور، مش معروف يعني ثابت، تقدر تعملها زي ما انت عايز، لكن هو دايما ده الشائع يعني في الاستخدام.
ستود 1 اقدر طبعا الاقي النيم والايدج فقط، ما لقيتش بقى ولا الاندرسكور نيم ولا الاندرسكور ايدج ولا التي نيم ولا التي ايدج ولا الكلام ده خالص. فالعمليه بالنسبه لي بقت سهله، فما فيش مشكله، هغير بس تيتشر، اخليه تيك 1 وتيك 2. يعني التيتشر 1 تيتشر 2 بقى، طبعا مش هيفرق، بس يفضل نظبط بس الكود عشان لما تيجوا تاخدوه تبقى انتوا شايفين المثال متكامل. ف تيك 1 هقول له دوت اعرض الايدج واعرض النيم بس من التيك 2 بقى مش 1، وغير برضو اسم الاوبجكت الناحيه الثانيه عندي بالظبط كده، ده اسم الاوبجكت غيرناه. نعمل ران، اه تقريبا كده في غلطه، احنا عاملين النيم والايدج وفي السطر الثاني عاملين النيم والنيم، خلاص احنا عملنا ران مفيش مشكله. قال لي تايم 37 وبعد كده قال لي النيم علاء والايدج علاء، طبعا عشان طبعت الايه، طبعت النيم ما طبعتش الايدج، مفيش مشكله نغيره بس على طول، نغير الايه ونخليه الايدج. وطبعا برضو تلاحظوا ان احنا ممكن نقدر نعمل اي حاجه اتعلمناها في الفانكشنز عادي، يعني ممكن اقول var age انت وقول بيساوي 40 كديفولت، معناه بقى اوبشنال بارامتر، فاكرين الاوبشنال بارامتر او الديفولت فاليو بارامترز، طبعا لو ما بعتوش خلاص هيبقى هو اوتوماتيك بقى ب 40. واي عمليات بنقصدها مع الفانكشنز ممكن تقدر تشتغل معانا عادي جدا مع الكونستراكتور، بس مع خصوصيه الكونستراكتور اللي احنا بنحاول نوضحها مع كل ايه فيديو. زي ما احنا شايفين تايم بقى 37 وعندي علاء بقى 40 على الديفولت بتاعنا. طيب ممكن برضو اوضح حته تانية مهمه جدا في الانيشاليزر عشان اثبت لك الانيشاليزر بيشتغل على طول. هعمل برنت لاين انيشاليزيشن بلوك ستارتد عشان اوريك امتى بيرن، امتى الانيشاليزر ده بيقوم، عشان ما حدش يتخيل ان هو بيقوم متاخر. هو اول ما اعمل اوبجكت يعني عملت ايه، تيك 1 عمل هيطبعها لك، تيك 2 عمل هيطبعها لك، وبعد كده هيطبع بقى الاوامر اللي انت عاملها. زي ما احنا شايفين عمل انيشاليزيشن بلوك ستارتد، انيشاليزيشن بلوك ستارتد بسبب تيك 1 وتيك 2، وبعد كده طلع القيم بتاعتهم، لان اول ما بتعمل اوبجكت على طول الكونستراكتور والانيشاليزر بيشتغلوا.